انطلق سباق الهيجن بمضمار سيدي عبد الرحمن بمدينة العالمين التابعة لمحافظة مطروح بمشاركة ما يقرب من 700 هجين، ويستمر حتى غد السبت. وسباق الهيجن هو عبارة عن 30 شوطا بين 700 هجين، حيث تم الانتهاء أمس من أشواط الحليب للنوق الأكثر حليبا، وتم توزيع الجوائز. اللي بيحصل في مدينة العالمين هو انتقال كبير في رياضة الهجن نحو العالمية. زي ما انتم شايفين الميدان مجهز بأحدث تجهيزات، في حضور كثير من أبناء المحافظات، 11 محافظة و26 قبيلة من مقابلات كبيرة، قبائل كبيرة في مصر المهتمبرات الهجن. هذا السباق الثاني أو المهرجان الثاني اللي على أرض العالمين. احنا أقمنا مضمارين في محافظة مطروح، واحد اللي هو هنا في عبد الرحمن تابع للعالمين، والآخر في بقبق تابع لي مركز ومدينة السلوم. المهرجان السنة دي 30 شوط وجوائز قيمة. انتهينا امبارح من أشواط الحليب، كانوا يعني على مدار 4 أشواط، كل يوم شوطين صباحي ومسائي، وحققت أعلى واحدة حوالي 18 كيلو ونص من اللبن على مدار الأربع أشواط. عندنا سباق الهجن يبدأ هذا اليوم بسباق فئة الحجايج 10 أشواط، مجموع الأشواط كلها 30 شوط. سبق هذا اليوم مسابقة المحالب اللي هي للإبل اللي غزيرة باللبن، وكانت المشاركة جيدة، وحظوا على جوائز قيمة من المركز الأول إلى المركز العاشر